رجعت لكم باش نكملوا توا الغوسيت نتاع الزوزه السالي. كيما قبريتكم قبيله البات طيبناها، نحينا الجناب نتاعها كيما قاعدين تشوفوا هاوكا، كل كعبه تقريبا قد اختها. تو باش نحضروا الميلونج اللي باش نحطوه في وسط الزوزه. حطيت لهنا شويه جبن رابي، باش نحطوا فرماج بلون زيدا، وعندنا لهنا التون كيف كيف، وباش نخلطوهم مع بعضهم بالكدا حتى لين يتمزجوا، ومن بعد نوريكم كيفاش باش نخدموه. نحاولوا ذاك التون يقعد طروف صغار، ما يقعدش طروف كبار، ويتخلط مليح مع لي فرماج. اللي يحب الحاجة الحارة ينجم يزيد شوية هريسة. كيما هكا هذايا الخليط متاعنا، وعنا لهنا بوشادول يكون محلول فتحة كبيرة شوية، باش نحطو فيه الميلانج متاعنا. هذه فكرة نتاع حاجة نجمو نعملوها كيف كيف. البارح قلت لكم توا عادة نمشيو للبحر ونحبو نهزو كل الحاجات الحاضرة معانا، منهم نجمو نوعو نهزو الزوزة السالي. نهبطو الخليط شوية وناخذو كل كعبة ونحطو فيها شوية من الفاخس، ومن بعد نسكرو عليها ونجيو نكملوا شوية نعبيوها. نستويوها شوية ونجيو لهنا ونحطوا فيها كعبة الزيتون. نجمو نحطوا فلفل بر العبيد وإلا ورقة معدنوس، كل واحد وشنو يحب. ها هي هذه الكعبة الأولى، وعلى المنوال هذي باش نكمل بقية الكمية اللي عندي. كل كعبتين حطوا في وسطهم الفاخس، وبعد نحطوا من الفوق رونديل متاع زيتون والا فلفل بر العبيد والا معدنوس اللي تحبوا انتوما. هذه الغوسيت الثانيه بالنسبه لليوم. اكيد كما العاده مازلت عنا غوسيت سكري شويه، خلينا نرجع ونكملوها مع بعضنا. باهي صابرين، ان شاء الله مع بعضنا كالعاده نواكبوا معاك مختلف اطوار التحضيرات والاعداد لاطباق اليوم. معنا مبتكرتين شابتين، الحقيقة معناها اختراع ولا ابتكار مهم جدا، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية الراهنة اللي هما شادا بن يوسف. مرحبا بك شادا، وهيام الرحموني أيضا مرحبا بك هيام. زوز طالبات مرحلة عليا دراسات هندسية. الابتكار هو نظام مراقبة بحري للكشف عن المهاجرين غير الشرعيين. ساعة أنتم سنة رابعة دراسات هندسية زوز هكا ولا؟ من هنا جت المعرفة. أي تعرفنا على بعضنا في الفاك. تعرفوا على بعضكم في المدرسة في الجامعة. لأنه علاش قلت مدرسة؟ في أغلب الأوقات الدراسات الهندسية مدارس، معناها ديزيكول دانجينيور هكا ولا؟ رغم الاختلاف في الجهات معناها. صحيح. منين انت يا هوية؟ انا من منوبه. اي وانا شادة من توزر. من توزر، تحيتنا لكم ومن خلالكم الكل من يشاهدنا في منوبه وفي توزر، ولا من منوبه ومن توزر هو في اي مكان من العالم. باهي، سنه رابعه دراسات هندسيه عليا، شنو هو الاختصاص هوية؟ جيني الكتريك انفورماتيك اندستريال. اي معناها دراسات هندسيه كهربائيه عليا وعالميه صناعيه. بالنسبه للابتكار هذا كيف جاتكم الفكره؟ معناها في اطار دراسي ولا في اطار معناها فكره ولدتها الصداقه ولا مواكبه الحدث هي اللي
هي الفكرة جيت كنا سمعنا بالأحداث اللي صارت في جرجيس وكيفاش قاعدين يلوجوا على الجثث نتاع المهاجرين الغير شرعيين وكيفاش قاعدين يلقاو مش قاعدين يلقاو فيهم الكل. يا أخي جيت الفكرة قلت علاش اقترحت على زميلتي قلت علاش ما نعملوش نظام مراقبة بحري مستقل هو ما يلوش على الحراقة أما يلوج على الجثث نتاع الحراقة باش نساعدوا الجيش البحري وإلا الحرس البحري وإلا الأشخاص المختصة في البحث معناه. بطبيعة كي اقترحت عليك هويام الفكرة كيفاش كان رد الفعل متاعك شذا؟ هو بحكم الأحداث معناتها في الوقت ذاك تستحق أن نعمله معناتها حاجة تعاون ومعنت وزيد العائلات برشا عائلات ما لقيتش معناتها صغارها وولادها معناتها الله يرحمهم الكل الله يرحمهم ينعمهم معناتها كانت فكرة باهية في الوقت ذاك معناتها نعم وخدمنا عليه معناتها لا هو الفكرة إذا كانت تجي بطبيعة مرحبا بها ولكن إمكانيات التطبيق أولا هل أنتم مريتوا للتطبيق وإنجاز الفكرة بحكم الاختصاص الدراسي ولا الاختصاص الدراسي معناها مش قريب ياسر من الابتكار هو الابتكار في اختصاصنا استعملنا حاجات نقراو فيهم طبقناهم في الابتكار هذايا كيما الذكاء الاصطناعي كيما انترنت الأشياء كيما شوية باختي ميكانيك هكايا طبعا الجزء الميكانيكي والتقني والكهربائي لابد منه قبل ما نوصلوا للابتكار بالذات فاش يتمثل ما نعرفش اذا كان جبتوا معكم مجموعه من الصور لا فما صور فما صور تو الزملاء مشكورين في الاعلاميه يمروها ونعلقوا عليها المرور الى التنفيذ معناها يلزموا على الاقل شويه امكانيات يلزموا مكان فضاء باش هو امامنا هو الجهاز نتاعكم انا هو اللي في اعلى المركب هذاك وذكر التصويره من الرادار رادار كيفاش يبدا يلوج على الاشياء هو تقريبا رادار ولا لا؟ هو متكون من رادار شنو منش اعطيني بالضبط الابتكار منش متكون هو متكون من رادار يبحث على الاشياء الاشياء بصفه عامه بصفة مش كان الجثامين المفقودين ومتكون من كاميرا هي اللي تقوم بالتعرف على الجثث هذيا نعم. ومتكون من ولو اني انا نفضل كلمه جثامين معناها جثمان ربما تعطي معنى احسن شويه اي المهم متكون من جهاز جي بي اس وجهاز جي اس ام باش نجمو نبعثوا به للوكاليزاسيون للحرس والى للجيش جي بي اس عرفنا لواه لانه يعطي التحديد الجغرافي والجي اس ام اللي هو السيستم تاع الجلوبال سيستم موبايل اللي نتعاملوا به في تليفوناتنا لواه ما اللوكاليزاسيون باش توصل في باش تبعث المعلومه باش توصل في مساج للتليفون هذا الكل معناها بطبيعه اطوار التنفيذ والمراحل فين تعاونتوا مع الجامعه والا وحدكم في مكان ما الامكانيات كيفاش احكي لنا احكي لنا شذا شويه في الفاك وشويه في دار زميلتي معناتها كنت معاها في دار هي اي لحظه بلحظه في ساعة يعني باعت الابتكار نتاعها وشريت دار بالمرابيح ولا في دار العائله معناها بالنسبه نحيوا العائله الوالد والوالده هكا اي واقفين معاك قربشتوا لهم الدنيا راكم معناها ما نتصور باهي القرار باش تمروا للتنفيذ معناها تقريبا بين ما خذيتوه ووصلتوا للابتكار المتميز هذا قداش استغرقتوا وقت شباب؟ استغرقنا أربعة أشهر أما مش باستمرار لأنه فما القراية لا خاطر مع القراية مع الإكزامانات وخاصة دراسات الهندسية صعيبة أما نخدموا أون باراليل معناتها مع قرايتنا ونخدموا في البروجي في بيتك المصنع اللي عندنا جراج صغرون أي بيه أي بيه هو اللي نعم ربي من دام فما جراج صغرون حتى بيل جيتس مايكروسوفت بداوا في جراج في بالك وما كملش دراسته حتى الثانوية معناها أغنى رجل أصغر أغنى رجل في العالم تقريبا 39 سنه وقت اللي المرتبه الاولى قعد 11 سنه اغنى رجل في العالم والان ديما مرتبه ثانيه ثالثه رابعه قلنا اربع شهور ما اعترضتش سبيلكم صعوبات تقنيه صعوبات تمويل باش تشريوا بعض القطاع ولا الحاجات اللي تكون احكي لي على هذا الكل هيام بالطبيعه تعرضنا لصعوبات على خاطر الماتريال اللي استعملناه ساعات يصعب انك تلقاه في تونس وساعات معناها امكانيات تطلع القطعه غاليه الماتريال اللي تصنع به ولا الماتريال اللي يتكون منه الجهاز اللي يتكون منه الجهاز كيما الكارتة اللي استعملناها كيما الكاميرا كيما برشا
حاجات متكون منهم الجهاز غاليين. ما بعضنا معناها نحيته من مصروف صحيح من مصروف مش مساعده من جهات اخرى معناتها جمعيتيه او تعليميه او جامعيه او مدنيه. على خاطر كنا نخدموا فيه معناها ما كانوش سامعين بيه، سمعوا بيه بعد ما سي كمل و حبيتوا تفاجئونا بيه. مفاجأة سارة جدا. شذا تقريبا قداش تكلف الجهاز؟ 100 دينار. 1100 دينار هكاك مليون و100. انا اسعد ايام حياتي عديتها طالب معناها 5 دينارات في الجمعه تسمى مصروف كبير ياسر. كي تقول لي 1100 دينار معناتها مبلغ غايب بالنسبه لزوج طلبه. طبعا يعطيهم الصحه توجهوا بالتحيه لعائلاتكم الكل، عائله هيام في منوبه، عائله شذا في توزر. باهي كيفاش جربتوه؟ تو كل ابتكار نعرف معناها يلزموا التجربه. صحيح. كيفاش جربتوه هيام؟ بما انه تعرضنا لبرشا صعوبات قعدنا ديما نجربوا، تخدم نهار غدوه ما تخدمش، اليوم فما حاجه تخدم غدوه تصبح حاجه اخرى ما تخدمش. نسهروا ونصبحوا واحنا نجربوا، بيتين بحذا بعضنا منهم نهار. خدم كل شيء. معناها بيت بحذا طبعا. اكيد هي جايه من تونس مستقره في تونس، مش بيت بحذاك في منوبه. الخمسه نتاع الصباح خدم. قلت عند ربي. قلت لها هاي نمشيو نجربوه. كيفاش جربتوه وفين؟ مشينا للبحر. جربناه على حافة البحر خاطر لازم يجرب طبعا. وكهو قعدنا نجربوا فيه يخدم معناه كيما حبينا بالضبط. امور واضحه. امور واضحه. طريقه العمل نتاعو، نحطوا الجهاز هذا كيما شفناه في الصوره بربي نعاودوها خاطر حاجه مهمه، في مقدمه مركب ولا باخره ولا زورق ولا سموه ما شئتم. يبدا كيفاش يعمل بنفس الطريقه نتاع الرادار ولا كيفاش يعمل بالضبط باش يكتشف ما هو موجود في البحر، وخاصه هو امامنا الصوره هذه مكبره وهذه مفهومه الجثامين هذوما كيفاش؟ هو فيه رادار. الرادار هذاك كيف يديتكتي اوبجي يبدا يدور معناتها يلوج في اي معناتها حاجه. وفيه كاميرا. الكاميرا هذيك هي اللي باش تتعرف على الاوبجي هذاك. سي الاوبجي اللي احنا حشتنا به معناتها جثه ولا جثمان معناتها تعمل تريتمون ديماج اون تون ريال، تصوروا وتعالج الصوره بالذكاء الاصطناعي باهي برشا، وتبعث معناتها من بعد الجي بي اس والجي اس ام تبعث يبعث لوكاليزاسيون للحرس البحري او الجيش البحري. نعم. وكما زاد سامحني كما زاد ينجم معناتها حتى اديستونس الجيش ولا الحرس ينجم يثبت معناتها من الجثه هذيك اسكو جثه ولا معناتها اديستونس ينجم. واضح. باهي على شكون عرضتوه الجهاز ومعناتها اللي اعلنتوا على الابتكار القيم هذا لشكون وريتوه وشكون ظهرتوه معناتها على رايك فيه؟ في الفاك عندنا كل عام عندنا ان بروجي دو فان داني. باهي دونك هذا كان البروجي نتاعنا. بروجي دو فان داني معناها نهايه السنه مش بروجي دو فان داني. انتم مازلتوا مواصلين ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. ان شاء الله نراوكم من كبار المهندسات على المستوى الدولي لما لا. عرضناها على اللجنه غاديكا لي جوري مع لونكادرون نتاع الفاك. وقتاش هذا كان؟ عندها ماي الفرد. تو معنا وتحصلنا على لو بروميي بري جائزه افضل ابتكار نتاع اختتام السنه الجامعيه. وتبارك الله الأصداء نتاع الابتكار نتاعكم وصلت للإعلام وللتلفزة الوطنية ولنسمة صباح. باهي الآن الجهات الرسمية، أنتم قلتوا التعامل أساسا باش يكون مع الحرس البحري ومع البحرية الوطنية التونسية في الكشف عن الجثامين نتاع المفقودين. مرة أخرى نجدوا الترحم عليهم وربي يصبر عائلتهم. هل فما تواصل حدث ثم تواصل بصفة فردية بيناتكم وبين الجهات الرسمية هذه؟ لا 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 مازال يمكن هبطوا الفيديو هذا ايش قولكم؟ علاش لا احنا هوني باش نعم. يوصلوا وكان فما اتصال معناها يصير بيناتنا خاطر احنا البيوت نتاع البروجي انه مساعده لهم هما في البحث. واضح. اذا نتوجهوا الى حضرات الضباط، الضباط الساميين وضباط القاده والاطارات في وزارتي الدفاع والداخليه خاصه البحريه الوطنيه والحرس البحري، طبعا نداء واعلام نقولوا من خلاله انه شذا وهيام ابتكروا
جهاز مهم جدا لاكتشاف الجثامين متاع المفقودين في البحر، طبعا لمساعدة العمل والمجهود الكبير اللي قاعد تقوم به البحرية الوطنية التونسية والحرس البحري الوطني التونسي في المجال هذا. به الخطوة هذه إذا كان باش تقوموا بها ولا معناها ناويين تعملوها بالتنسيق مع المدرسة الهندسية اللي تقرأوا فيها وإلا عن طريق وسائل أخرى، كيفاش نجموا نخترعوا ولا نبتكروا حاجة لكن الترويج لها تصنيع معناها أعداد قابلة للترويج ولا للبيع معناها منها يلزموا زادة تفكير. هو الاتصال باش يكون عن معناها بينا احنا زوز ديجا مشينا قيدنا الفكره في سجلت اي باهي برشا وهو دوسي يصير له اكزامان ومن بعد نتحصلوا على شهاده براءه الاختراع. هو البروجي كان ان بروتوتيب معناها نموذج موحد واحده بقى حاجه برك معناها بروتوتيب قطعه واحده باش نستعملوا يمكن ماتريال متطور اكثر باش نخدموا اكثر على ليتانشيتي بما انه يتحط في الماء باش نخدموا على هكا دي ديتاي نحسنوا منهم باش ينجم يتصنع ويتباع معناها قابل للتصنيع هو حتى هو مجسم يخدم بارفيتمون معناها نعم. ما نعرفش اذا كان فما انا وجهت الدعوه للإخوة القادة والضباط السامين والإطارات في وزارتي الدفاع والداخلية خاصة البحرية الوطنية والحرس البحري، ولكن نخلي لكم المجال باش توجهوا دعوة ولا رسالة شكر ولا معناها أي إضافة تحبوا تقدموها تفضلوا المجال مفتوح لكم. أنا نشكر عائلتي معناتها اللي بالحق وقفت معايا ماديا ومعنويا بحكم حتى كان بعيد عليا معناتها وأنا في تونس ونشكر معناتها خطيبي برشا زاد وقف معايا وحاول أنه معناتها الفكرة أن نوصلها في اللي راديو في وسائل الإعلام الإذاعات والتلفز ولا ونقول لحموي عيد ميلاد سعيد هيا به كل عام وهو حي بخير إن شاء الله وكهو إن شاء الله الفكرة متاعنا بالحق توصل للجيش البحري والحرس البحري ومعناتها وتتطور الفكرة أكثر وأكثر ويتم التصنيع متاعها إن شاء الله. علاش لا بمناسبة أنت توا قلت معناها عيد ميلاد والد خطيبك هو لمحال أنا كنتش نعلن على ذلك نهار الجمعة ولكن خليني من توا أن نحيي الجيش الوطني التونسي بمناسبة الذكرى 67 لانبعاثه 24 جوان 56 كل عام والجيش الوطني التونسي وخاصة البحرية الوطنية هكا قاعد نعاون فيكم وخاصة البحرية الوطنية التونسية بالرجال الفرق وضباط الصف وضباط الأعوان والقادة والضباط السامين أيضا كل عام والبحرية الوطنية التونسية بألف ألف خير. كلمة الختام هيام. حطينا نحب نشكر عائلتي ما وبا بالطبيعة صاحبتي اللي كانوا ان سبور مورال معناها وقفوا معانا في البروجي هذايا وتتا اسماء باللي هي على خاطرها كانت ديما شكون هي تتا اسماء هذه؟ زميلة ماما ديما تشجعني وديما تقف معايا وكهو يعطيها الصحة تتا اسماء خاصة مشكورين. شكرا ليك هيام الرحموني ايضا شذاء بن يوسف ابتكار الحقيقة يمثل اضافة مهمة في مجال معناها ما احوجنا الى تدعيم الجهود فيه اللي هو متعلق بالهجرة غير الشرعية وخاصة كيف زوز بنيات معناها فيتور انجينيور مهندسات مستقبليات هكاك يخترعوا ابتكار من نوع هذا الحقيقة ما نجمو كان نثمنوا هالبادرة هذه ونروجوا لها مثال الترويج راهو كلمة إيجابية معناها مشكورة شذا مشكورة هيام يعطيكم الصحة وإن شاء الله في قادم الأيام نراو الابتكار نتاعكم يعني في مكانه وقاعد يحقق في الإضافة المرجوة. شادي الحاجي في هذا النغم ثم نواصل في المباشر. الاستضافة هذه أيضا مميزة وسعيد باستقبال قامتين من قامات
القانون والقضاء في تونس الحقيقة يستحقوا كل تشريف وتكريم واعتزاز بمسيرتهم القانونية والقضائية. كما يقولوا الانجليز ladies first بعد اذنك سيد الرئيس. سيد الرئيس جاويدة جيجا القاضية الفاضلة اللي تقريبا ثاني قاضية سيدة في تاريخ تونس، ولكن واصلت مسيرتها في تقلد الوظائف والمناصب القضائية العليا إلى حدود معناها عضوية أو إلى غاية بالأحرى عضوية المجلس الدستوري. مرحبا بك السيد رئيس، تحياتنا ليك ومن خلالك لنساء القانون الكل، معناها من قاضيات قضاة ومحاميات وعدول تنفيذ وعدول إشهاد وأساتذة قانون والمهن المساعدة الكل، أيضا القاضي الفاضل سيد رئيس محمد الهجمي، طبعا أيضا سعداء وممتنين بحضوره بيناتنا وتشريفه وتكريمه لنا. حبيت ناخذ فكرة على بعد إذنك قبل ما نوصل للحدث سيد رئيس على ظروف التحاقك بسلك القضاء في ذلك الوقت كثاني امرأة معناها تدخل لهذا السلك. أي كان صعب شوية. نعم. كان صعب نظراني لحاول ما تعرف هو القضاء هو كان رجولي فما كان رجال. نعم. وشوفوا ما داخل كل شيء، أما باش تفرض نفسك ولا تعاود تخرج نخرج كما أمنشتي. أي. فحاولت أنا نفرض نفسي. نعم. والحاجة الأولانية اللي صارت لي هي في الصيف، أنا في الصيف أنا مختصة في القانون التجاري. أيوة. لكن في الصيف لابد طبعا أنا دخلت في المناظرة في الصيف، قال لي باش تدخل في الجناحي، دخلنا في الجناحي، حجز القضايا للتصريح بالحكم، خلق قضية كبيرة أخلاقية، قاموا رئيس واللي معاه سي عبد الفتاح مور وذكو بقية خاطر كان زميلي، ما نتكلموش، لا ما نجوش نقرا قدامكم، أخي أنا قلت فينا قررت نفسي طوى الفرصه نتاعك باش تتقوى ولا تثبت وجودك. تثبت وجودك. نعم. فقلت لهم هات الدوسي انا باش نقراه. لا بنتي، قلت لا لا انا تو مانيش بنتك، انا دخلت باب الحديد وليت قاضي، اعطيني نقرا. وقريته وكان العرق يصب من الماء. من ذلك اليوم بعد القضيه هذيك ما عاودتش مشيت للجناح. بديناها بطرفه. سيد رئيس انت ايضا قاضي مسيره طويله في القضاء، ولكن ايضا اصدرت يعني ربما مش اصدار وحيده، فما برشا اصدارات منها اللي باش نتناولوه الان اللي هو ورقات من درب الفتاه هكا. نعم. هو هذا أول كتاب أدبي أصدرته. نعم. لأن كل الكتب التي سبق لي أن أصدرتها هي في القانون، كتب قانونية. نعم. كتب قانونية، عندي كتاب عن التعويض عن الضرر البدني وكتاب يقع في مجلدين. أي. كتاب الثاني هو الحصانة العائلية. نعم. والثالث قانون الأسرة، سيت مانيوال قانون الأسرة تقريبا. الرابع الحق في الصمت، أنا سميته صمت المتهم لأن صمت المتهم عنوان جذاب أكثر طبعا. ولكن هو يحكي على الحق في الصمت وهو حق جديد لم يكن متاحا او موجود في المؤسسات القانونيه المعتاده التقليديه. نعم. ثم الكتاب الموالي حق الحق في محام وسميته محام المتهم. والكتاب الاخير هذا هو كتاب ادبي. نعم. وهذا اللي حبيت نسألك عليه، الأكيد أنه بذرة الأدب موجودة منذ الصبا سيد رئيس، ولكن يعني تأخرت قليلا. نعم. معناها إني جامي تخوتاق بو بيان فير. هو حتى في الكتب القديمة اللي أصدرتها السابقة كانت فيها مسحة أدبية. أي نعم، وهذا ظهر من خلال العناوين. أي. خاصة العنوانين الأخيرين معناها. صحيح. سكوت المتقدم. نعم. لأنه لا يخلو كتاب من كل الكتب التي أصدرتها من استشهاد بأشعار لفطاح الشعراء العرب، سواء نعم. كان من الشعراء الجاهلية أو حتى من الشعراء المعاصرين. هما في الحقيقة أهل القضاء والقانون، معناها عندهم مواهب أدبية ومواهب فنية ومواهب إعلامية ومواهب موسيقية أيضا. ما ننساوش أنه الدكتور صالح المهدي زريان
ايام بالذات كان قاضي وغيره تبارك الله معناها ولا عقيله جريه نعم. ولا عقيله جريه جات بعد هي فهي فنانه وتغني نعم. وتضرب طبعا وهي كانت رئيس دائره جناحيه نعم إذا الحقيقة معناها المجال ماذا بينا لو كان متسع أكثر باش نحكيو معاكم على مسيرتكم القضائية المميزة ولكن باش نسأل سؤال ربما باش يضيف للأهمية نتاع المكانة نتاعكم في الساحة القانونية والساحة الوطنية عموما آخر رتبة سيد رئيس شنو هي كانت؟ آخر رتبة هي كنت عضو المجلس الدستوري لا قبلها رئيس قضائيين رئيس المجلس المنافسه نعم كونسي دو لا كونكورونس رئيس مجلس المنافسه فكانت اول مراه نعم. وتصور اللي هي تجلس بعده هو الحقيقه في عديد الوظائف القضائيه يمكن اول مراه معناها كرئيس دائره كرئيس دائره كمديره عامه لمركز الدراسات القانونيه هي رئيس مجلس المنافسه اول مراه عضو في المجلس الدستوري نعم. اول مراه رئيس دائره في محكمه الاستئناف اول مراه في رئيس دائره في محكمه التعقيب وتوا المجال تفتح والحمد لله تو تبارك الله معناها الى ان تقلدت المرأة ووزارة العدل كانت أول سيدة هي القاضية الفاضلة السيدة ثريا الجريبي والآن مدام جفال نعم السيدة جفال سيد رئيس أيضا تبارك الله مسيرة طويلة في القضاء نعم. معناها رتبة ثالثة هذيك من تحصيل الحاصل ولكن الأكيد أنه معناها أنا اشغلت تقريبا كل الوظائف القضائية من نيابة نعم. من قضاء جالس بديت مساعد ثم وكيل رئيس في المحكمة الابتدائية فرئيس محكمة ابتدائية فرئيس دائرة في محكمة الاستئناف ثم لما فتح المعهد الأعلى للقضاء كنت أول مدير دراسات للمعهد نعم ثم شغلت خطة إدارية رئيس ديوان وزير العدل في الوقت ذاك ثم مدعي عام بالمصالح العدلية في وزارة العدل ثم وكيل دولة عام مدير المصالح العدلية نعم وهي وظيفة وحيدة معناها وكيل دولة العام معناها مش كما الوكيل العام في محكمة الاستئناف نلقاوها معناها كل محكمة فيها وكيل عام هذه وكيل دولة العام وظيفة عليا وحيدة. نعم. معناها تنطبق عليها شروط تظهر لي صعيبة شوية سيد رئيس هي كورنمون تتويج لكارير تتويج لمسيره اذا التتويج سامحني نعم تفضلكش المسيره ايوه في 2007 سميت رئيس اول لمحكمه التعقيب نعم ومن محكمه التعقيب هي اللي هي اعلى 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 وظيفه قضائيه اعلى وظيفه قضائيه واشغلت ايضا عضو في المجلس الدستوري لانه كان رئيس الاول لمحكمه التعقيب اي بالضروره يكون عضو أي. نعم بصفته لتجلس نعم في المجلس الدستوري نعم اذا الحدث كان الاحتفاء بكما من قبل الجمعيه الوطنيه للقضاة المتقاعدين ووداديه خريجي المرحله العليا للمدرسه الوطنيه للاداره بالنسبه لك سيد رئيس كان بمناسبة حصولك على الميدالية الذهبية من قبل الرابطة الكونية للممتلكات العامة مجلس الشيوخ الفرنسي في مجلس الشيوخ نعم. الفرنسي هذه كانت تتويج لي هنا وقع توسيمي من طرف الدولة التونسية العديد من المرات لكن نعم. المرة هذه هو خارج التراب التونسي فوقع تتويجي لعدة أسباب نظرا للمناصب اللي كنت تذكر فيها نعم. ونظرا كنت عندي كما نقول لا بلوم فاسيل كنت نكتب باقي مع فكنت انا المراه اللي حضرت اللي بي سنتينير دو كود دو كوميرس فرونسي وعملت لهم محاضره معناها الاحتفال ب 200 سنه على صدور القانون التجاري او المجله التجاريه الفرنسيه وكتبت وعملت نعم. بهم بمقال اللي هو خذا صدى كبير اذا ونظرا اللي انا عندي جانب اخر اللي انا نكتب برشا كتب عندي عده كتب باللغه العربيه وباللغه الفرنسيه ما فيها باس كان نذكروا بها الاصدارات نتاعك سيد الرئيس الاصدارات هو القانون المناسب زمن العولمه قانون اخر على الملكيه التجاريه نعم. كتاب واحد اخر على السندات التنفيذيه وعده اخرين اللي هما
اخذ وصدى. وعندي وحود برشا باللغه الفرنسيه، هو لونيفرساليتي دو دوا اي بارتيكولاريتي كولتوريل لا بي دون لو موند، كونيه القانون والحقوق والخصوصيه الثقافيه نعم. اذا هذا الكل كان عنده صدى، فاختاروني من بين خاطر تعرف هذه المنظمه هذه معناتها تعطي الميداليه الذهبيه لي من كل بلاد اللي هو مختص واشع في بلاده هو. اذا في هذه المناسبه دولي هذه يوم 2 جوان كانت يوم 2 جوان الفارد تم تتويجك من قبل الرابطه الكونيه للممتلكات العامه من الشيوخ الفرنسي، مجلس الشيوخ الفرنسي، وكان الاحتفال حقيقه وهذا تشريف لنا كتوانسه الكل. ايضا الاحتفاء بك سيد الرئيس من قبل الجمعيه الوطنيه للقضاة المتقاعدين ووداديه خريجين المرحله العليا ومعهم الجمعيه حمية الجمهورية، حمية الجمهورية للثقافة والعلوم بفرنسا، لا في تونس. معناها ثلاثة أطراف مشاركة في التكريم والاحتفال. هذه رئيستهم الدكتورة حبيبة شعبوني. أي الدكتورة البروفيسور حبيبة شعبوني أستاذة الطب المرموقة هكا ولا؟ نعم أيضا من مفاخرنا. قلنا سيد رئيس بالنسبة ليك معناها العمل الأدبي هذا حبيت ناخذ معناها من الطبيعي انه قاضي معناتها من القضاة المرموقين يالف ويصدر كتب في القانون، لكن في الـ في الـ في الادب وفي الروايه معناها كيفاش الخطوه هذيك معناها ساهمت ولا قدمت فيها؟ لانه مش من السهل. هي في البدايه كانت فكره لتدوين مجموعة من الذكريات التي ترسبت في ذهني منذ نعومة أظفاري وقت كنت تلميذ في الابتدائي، ثم تطورت هذه في صفاقس على ما أظن، في صفاقس من نابل، في نابل، في نابل نعم. ثم تطورت هذه الذكريات وتنامت أثناء مسيرة الحياتية بصورة عامة. والمسيرة القضائية دائما حافلة معناها أكثر من أي مسيرة أخرى، لأنه الإنسان يطلع على أشياء وأمور لا يتاح لغيره الاطلاع عليها. صحيح. قلت بأنه بدأت بذكريات الطفولة، فذكريات الصبا، فذكريات الكهولة. أنا درست في فرنسا في المدرسة الوطنية للقضاء لمدة سنتين، وترسبت لدي ذكريات عن حياتي في تلك البلاد فدونتها، كنت أدون أنا ذاك كنت تدون معناها وتحتفظ بها، أدون بعض الذكريات ثم نشرت بعضها في شبكة التواصل الاجتماعي في الفيسبوك، فأحرزت على أعجاب المتابعين وهم الذين شجعوني لجمع هذه القصص ونشرها في كتاب، وهذا ما صار بالضبط. ورقات من درب الفتاة، والفتاة هو القاضي الفاضل السيد رئيس محمد الأجمي، من نجم يكون كان هو هكا ولا يا سيدة جميل؟ نعم. تحاكي وقائع وأحداث وتطورات شخصيات، البعض منها وهمية، البعض الآخر شخصيات حقيقية واقعية كانت موجودة. شوقتني للاطلاع على الكتاب سيد رئيس. نعم شوقتني للاطلاع على الكتاب. هو الكتاب في الواقع مش على خاطر أنا ألفته، مشوق طبعا لأنه يختلف عن الجنس الأدبي المتمثل في الكتب عن السيرة الذاتية. هي قصص بمفهومها مفهومها الحقيقي. قصص بما في ذلك من حبكة ومن أشخاص شخصيات للقصة وتطورات للأحداث وعنصر التشويق في لغة أدبية تغازل كما يقول الأدباء الفرح وتراقص الأمل، فتحدث متعة
هما طلبة وخريجي الحقوق لمحالة، وخاصة الأجيال السابقة معناها متمكنين أيما تمكن من اللغة ومن الأدب. من اللغة وين بخلاف اللغة. نعم. فهم عندهم إحساس أختيستهم. طبعا إحساس فني هذا شقلنا. نعم. إذا نوصل للاحتفاء اللي تم بكم معناتها من قبل ثلاثة جهات اللي هي الجمعية الوطنية للقضاة المتقاعدين، ودادية خريجي المرحلة العليا، المنسى الوطني للإدارة، وقلت لي لرئيسة البروفيسور شعبوني جمعية حماة الجمهورية. نعم. للثقافة والعلوم. جمعية حماة الجمهورية للثقافة والعلوم، وين كان الاحتفاء بكم؟ الاحتفاء في مقر الودادية. الودادية في المنزه السادس. نعرفوا مقر الودادية أكيد. أحيانا يعني تلموا فيه معناتها تلم فيه شخصيات وطنية معناها في مناسبات، الحقيقة شيء يثلج الصدر ومنعش. ومن هنا نحيي الودادية ونحيي رئيسها سي توفيق الآن هكا. سي توفيق. نعم. نعم. توفيق زيبر. توفيق زيبر. بالضبط بالضبط. شنو هي التفاصيل تاع البرنامج؟ كيفاش كان البرنامج السيد رئيس؟ البرنامج كل واحد عطى كلمة، كل جمعية عطاو كلمة، وبرزوا شنو هو الخصال نتاع القضاة أنا وسي محمد الأجمي، وأضافوا الحاجة الزايدة اللي هو يكتب الروايات وأنا نرسم. هذا جانب معناتها مش معروف للعديد. رسمت إلى درجة آخر في بعض التقاعد صدرت كتاب اللي هو معناتها قدري أن أكون قاضي. نعم. لكن الموهبة متاعي دور الكتاب هو رسم، وحطيت فيه اللوحات الزيتية متاعي. والله اكتشاف سيد رئيس. عملت معرض في تونس لعديد المرات في نطاق وزارة المرأة، في نطاق الكريديف، في نطاق ومشيت حتى لفرنسا في فولي بارجير، فعملت عرض على الرسم هذا. ممتاز. هكاك باش واحد يشوف اللي القاضي مش كان يحكمك. نعم. هو عنده حاجه حساسيه طبعاً انسانيه طبعاً. فيتناول القضايا نتاعه بحساسيه. اكيد القاضي اذا كان مش انساني ومش حساس ومش ملم ايضا بشتى المجالات وخاصه المجال الفني، لانه الاكيد انه باش تعترض سبيله قضايا فيها الفن وفيها الادب وفيها الملكيه الفكريه. طبعا طبعا طبعا. على ذكر الفن، ايوه لما كنت مساعد وكيل الجمهورية أي. في يوم الأيام هي صفة تخوف معنا أي. سجل حرر ضد امرأة في الحمامات في نزل. أيوة. قالوا هذه ترقص بدون رخصة. به أنا جاتني غريبة في كل وقت ذاك أنه الرقص يتطلب رخصة. نعم. مش بالي رقص يتعاطاه الناس الكل، النساء الكل بدون مشكل. وما كنتش نعرف في القانون اللي يجرم الرقص بدون رخصة اللي يستوجب الرخصة واللي يجرم. نعم. وكان علي أن أتصرف في ذلك المحضر، وكنت وحدي في المحكمة، وكيل الجمهورية غايب، ورئيس المحكمة زاد كيف كيف مش موجود في المحكمة، ما ثماش شكون تستشيره باش. نعم. توجد نص على خاطر يلزمني نص باش نجم نتصرف في ذلك المحكمة. في الاخر لقيت النص. أي. هو نص يجرم تعاطي الفن بصورة عامة بدون الحصول على بطاقة احتراف فني. نعم نعم. معناها المجالات الكل مربوطة ببعضها. يلزم القاضي يكون ملم ويكون مطلع ويكون مخالط ويكون الحقيقة العديد من الصفات اللي تتمثل فيه، ولو أنه احنا ناخذ الجانب نتاع الصورة نتاع الوقار والهيبة ومعناها اللباس الجميل هذاك، ولكن في الحقيقة القضاة إنسانيين، والقضاة نتوجه من خلالكم بالتحية لكل القضاة في مختلف المواقع والمناصب ومن شتى الأجيال، معناها من اللي تخرجوا من المعهد مازالوا كيتخرجوا الى الرتب العليا. تفضل سيده جويده. وهذه تذكرني انا كنت ندرس في المعهد الاعلى للقضاء، وكنا عندنا ديما حاجات ميدانيه. فحضرت القضيه مثل الشيء هذا، قاضي قاضي في اعلى رتبه، لكن يوم السبت ولا حد يعمل الموسيقى في الشارع في نيس. يعمل الموسيقى. فوقعت احالته على المحكمه. نعم. فيقولوا هل القاضي هذا حر في السبت ولا حد؟ فعملوا بحث يلقوا. نعم. القاضي هذا فيها مس من هيبه. أيوه. القضاء معناها شويه. لا، المحكمه الفرنسيه انصفته. انصفته قالت. نعم. علاش هو السبت ولا حد ويعمل في الحفلات في الشارع في نيس نظرا باش يعاون الجمعيات. نعم. فحق من حقوقه ان يتصرف هكذا. واضح.
وينتهي ذلك. نعم الحقيقة أنه المسيرة ثرية وطويلة وكلها معناها ما يمكن أن يروى وما يمكن أن يضيف ويفيد، وفيها أكيد العديد من الطرائف. سألتك على البرنامج نتاع الاحتفاء بكما، باش نسألك سؤال أخير بعد إذنكم لأنه الوقت ماك تعرفوا، على الحضور معناها من كان حاضرا في الاحتفالية نتاع البارحة؟ الحضور كان من مكثفكم فئات نعم. مختلفة أغلبهم قضاة نعم. في الغالب العام هنالك أساتذة جامعيين منهم الأستاذ حمادي بن جبل الله. حمادي بن جبل الله قرأ معايا في الثانوي سحاف بن صالح أي أستاذ القانون وكان وزير عدل صحيح في 2014 حكومة مهدي جمعة ومتحصل على التبريز هذه عنا احنا في الحقوق بعد الدكتوراه ديتا بعد دكتوراه الدولة اللي في اختصاصات أخرى ما فماش معناها كان رجل ممتاز مع الناس الكل أكيد يعني. فهو رجل عظيم مجموعة من الأصدقاء نعم والغالبية الأعم هي قضاة نعم نعم الحقيقة كما قلت الحديث معكم ممتع ويشرف أي إعلامي وأي يعني صحفي وأي مذيع وأي مقدم برامج أنه يكون حاضر مع قامتين من القامات اللي الحقيقة أضافوا الكثير للساحة الوطنية في مجال مهم جدا هو مجال القضاء وكما قال ابن خلدون العدل أساس العمران هكا ولا جزيل الشكر لكما على تشريفكما بالحضور السيد رئيس القاضي الفاضل رئيس الأول لمحكمة التعقيب سابقا سي محمد اللجمي من جملة ما يذكر معناها ولو أنه المسيرة طويلة وزاخرة وأيضا ثاني امرأة تولي قاضية وأول امرأة تواصل إلى معناها تقلد المناصب والوظائف القضائية العليا وختامها عضوية المجلس الدستوري أيضا سي محمد اللجمي كان عضو المجلس الدستوري بصفته رئيسا أول لمحكمة التعقيب ومواهب أدبية في ومواهب فنية في الرسم وغيرها وكان اللقاء معكم بمناسبة الاحتفاء بكم من قبل طبعا الجمعية الوطنية للقضاة المتقاعدين ووداديه خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة وأيضا الجمعية حماية الجمهورية للثقافة والعلوم جمعية حماية الجمهورية للثقافة والعلوم كان هذا مناسبة إصدارك الأخير سيد رئيس اللي هو ورقات من درب الفتاة إصدار أدبي نعم نعم هيت خلنا نعملوا عليه طلة محمد اللجمي صفحات من درب الفتاة الحقيقة معناها جدير بالاهتمام وجدير بالمطالعة ومعناها إضافة إلى المدونة الأدبية التونسية وسيدة جاويدة أيضا بمناسبة حصولك على الميدالية الذهبية من قبل الرابطة الكونية للممتلكات العامة بمجلس الشيوخ الفرنسي شرفت منا بالحضور ونتمنى لكم أنكم تكون دائما من المحتفى بهم وممن يتم أو تتم استشارتهما في مجالات متعلقة بالقضاء والقانون ومجالات أخرى لأنه الحقيقة لكم من الخبرة ما بالإمكان الاستفادة منه معناها في مختلف المستويات شكرا سيد رئيس شكرا سيد رئيس وإلى اللقاء القريب إن شاء الله ما زلنا مواصلين مع المباشر طبعا بعد هال رجعت لكم باش نكملوا اخر رسيت عندنا بالنسبه لليوم اللي هي الحاجه الحلوه الديسير باش نعملوا بانوفي اللي هي تتكون من بسكوي مرحي والا بات نتاع تارت كيما نحبوا احنا دونك نرحيو البسكوي ونزيدوه الزبده وباش نصبوه هو اول طبقه باش نحطوها نجمو نعملوه مرحي ارطب على الاخر كيما في تشيز كيك ولا نخليوه فيه شويه قرميشه معناها نصبوه الخليط الكل وعندنا باقي المكونات حاضرين طيبنا الحليب الكونسنتري دونك هذه طبقه البسكوي باش نستويوها ماذا بينا ناخذوا قالب كيما نقولوا نجموا نحيوه من بعض بكل سهوله كيما هذيا هاكا حطيت انا طول على البريزونتوار نتاعنا باش من بعد طول نهز القالب جوست كيما الفوق
نحاولوا نستويوها الطبقه نتاع البسكوي باش تكون قد من جهه الكل. كيما قلت لكم طيبنا الحليب الكونسونتري نتاعنا حتى لين ولا كراميل. باش نصبوه هو الطبقه الثانيه. دونك هذه الطبقه الاولى هاكم تشوفوا فيها. لهنا عندنا الحليب الكونسونتري بعد ما يطيب يولي كراميل باش نوزعوه فوق البسكوي. مازال سخون كيما قاعدين تشوفوا فيه اما عادي. نصبوها لكل الحبكه. نجمو نطيبو كراميل كيما الغوسيت اللي حضرناها البارح، اللي ما يحبش يستعمل حليب كونسونتري معناها. اما الحقيقه الغوسيت الاصليه تجي بها. دونك كيف كيف نوزعوا الكراميل بتاعنا، نحاولوا في الجهات الكل باش من بعد نحطوا فوقه البنان. بالطريقه هذه نجمو نعملوه في دي فيغين زادا، راهو مش بالضروره قالب كامل. باغمي لي فيغين اللي ناجحين هما لي فيغين نتاع البانوفي. دونك سي بون، وزعنا الكراميل نتاعنا. توا باش ناخذو البنان، قصيتو انا ديجا كيف كيف، باش نحطوه في الجهات الكل. بالطريقه هذيا. وعندي كريم شانتير كذناها، ماذا بينا نركضوها مع كريم ليكيد مش مع حليب، تعطينا تكستور خير هكاكا. دونك هذيا الطبقه الثالثه كانت نتاع البنان، وباش تكون اخر طبقه هي نتاع الكريم اللي ركضناها هكا ديجا ركضناها مليح شدت روحها. باش نحطها في بوش ادوي وباش نزين من الفوق وندخلوها للفريجيدير على الاقل على الاقل نص ساعه تشد روحها. هذايا الدسير نتاعنا، الشكل النهائي نشوفوه في الاخر مع بعضنا. شكرا لك شيف صابرين. استضافه المره هذه طبيه وفنيه، معناها تبارك الله الدكتور سليم الورثاني هو طبيب ايضا فنان ورجل قانون لاحقا، هكا ولا دكتور؟ مرحبا بك. ان شاء الله طالب في الطريق. اي طالب في الطريق في المرحله الثالثه ماستر. الحقيقه الاختصاص مهم اللي هو القانون في الصحه. القانون في الصحه نعم، في كليه العلوم السياسيه القانونيه والسياسيه والاجتماعيه بأريانا. طبعا الحدث هو المهرجان الدولي للفيلم التثقيفي للصحه اللي انت المنظم نتاعه، هات ونحكيو عليه باكثر تفاصيل بعد ما نشاهدوا ومضه به. هي فكرة العناوين بالإنجليزية وخاصة الكي ديتس، معناها التواريخ المهمة، ووجودك معنا على أساس سبقنا شوية تاريخ 30 جوان. هو المهرجان مش في دورته الأولى، هي الدورة الرابعة. الدورة الرابعة أيوة. الدورة الرابعة اللي هي نعم. دورة دولية منذ عامين تولت منها البعد الدولي. أيوة. دونك هذه الدورة الرابعة نعم. اللي تنتظم إن شاء الله في 28 و29 و30 سبتمبر.
بعض باش نلقاو على مستوى التواريخ. شنو هو الفضاء دكتور اللي باش يحتضن في مدينه الثقافه؟ مدينه الثقافه 28 29 30 سبتمبر القادم بالضبط. نعم للسنه الرابعه على التوالي دونك مدينه الثقافه تحتضن المهرجان هذا. أيوة. التواريخ الاخرى المهمه هي 30 جوان اللي هو اخر تاريخ لتسجيل الافلام والا الومضات، و 31 جويلي هو اخر تاريخ لقبول الافلام والومضات التحسيسيه في الصح. الافلام والومضات معناها افلام كما شفنا في الومضه بمختلف المده اذا كان نحكيو على ومضه تحسيسيه ما يلزمهاش تفوت 60 ثانيه. نعم. دقيقه واحده. أي. اذا كان نحكيو على الافلام القصيره ما يلزمهاش تفوت 10 دقائق. 10 دقائق وكيف كيف فما لي سبوت في الصغيرات معناها في الوسط المدرسي عندهم مسابقه خاصه بهم باش نجموا نقارنوا حاجات قابله للمقارنه. دونك الصغيرات عندهم زاد مسابقه خاصه بهم في الاخر فما ثلاثه مسابقات، اثنين في الومضه صغار وكبار وواحده للافلام الطويله للمهنيين والا للهواة الكبار. معناها المشاركه متاحه للجميع حتى اللي مش محترفين ينجموا يسجلوا. التسجيل الطريقه العمليه كيفاش بما انه الموعد معناها نتاع اخر اجل قرب 30 جوان دكتور؟ التسجيل يمشيوا على الرابط على اليام نتاع المهرجان الدولي للفيلم التثقيفي للصحه ولا اي هاف انترناشونال هيلث اويرنس فيلم فيستيفال، يمشيوا على الفيسبوك ويلقاو الرابط يلقاو الاستماره. نعم. ويسجلوا جوست توا التسجيل مازالوا 10 ايام باش يسجلوا. أي. ومازال عندهم شهر و10 ايام باش يكملوا الانتاج نتاع الومضات والافلام نتاعهم. نعم الى حد الان حبيت ناخذ فكره على المشاركات اذا كان ثم شويه ارقام الدول المشاركه معناها انا هو الجانب اللي اكثر حضورا في المهرجان ومضات ولا افلام تسجيليه ولا روائيه قصيره او طويله. الاعداد لحد الان فما 80 دوله باعثه المشاركه نتاعها. 80 دوله 80 دوله عمنا وصلنا ل 54 الى حد الان 80 دوله وصلونا 740 فيلم وومضه تحسيسيه. نعم. اللي معناها وصلوا لاداره المهرجان. نصيب الاسد هو الافلام في الصحه النفسيه. أي فما 470 معناها هكا صدفه دكتوره ولا فما اختيارات ربما تفرض نفسها؟ احنا كل دوره نحدوا المواضيع ذات اولويه. نعم. السنه فما خمسه مواضيع ذات اولويه. الصحه النفسيه اللي جاو فيها الاغلبيه نتاع المشاركات 60% تقريبا. نعم. في الصحه النفسيه فما السرطان. فما الصحه الجنسية والإنجابية والحقوق. نعم. في الصحة. أي. فما النوع والمعايير الاجتماعية وفما التبرع بالأعضاء. نعم. دونك هذوما الخمسة المواضيع. نصيب الأسد كما عملنا ولسنا للدورة الثانية هو الصحة النفسية، لكن فما الأفلام الأخرى والمواضيع الأخرى فيها ما بين 15 و50 فيلم في كل موضوع. الجانب التونسي فما 31 تسجيل الى حد الان طالبين انهم يشاركوا من تونس. نعم. المسابقات معناها في ثلاثه فئات قلت لي هكا دكتور. فما الومضه التحسيسيه. نعم. اللي هي ما تفوتش 60 ثانيه. ثاني. أي. وفما الفيلم القصير اللي ما تفوتش 10 دقائق وفما الومضه الخاصه بالوسط المدرسي. نعم. اللي هي ما تفوتش 60 ثانيه. وكل مسابقه فيها ثلاثه جوائز. كل مسابقه فيها جائزه واحده. جائزه واحده ب 2000 دينار. 2000 دينار. فما 10000 دينار للفايزين في كل المواضيع الكل. نعم. على ذكر الومضات والافلام هذه معناها اللي تبارك الله عدد كبير منها متميز ونعرف هنا صعوبه الاختيار لانه احيانا تجيك حاجات معناها باش تختار من كل فئه معناها حاجه واحده تنجم تحس روحك ظلمت الفرصه باش تتاح لمشاهدتها في ايامات المهرجان فقط والا ربما فما افكار معناها انهي بالشراكه مع وزاره الصحه بالشراكه مع وسائل الاعلام العموميه وحتى الخاصه يقع تمريرها يقع بثها يقع لتعميم الاضافه والفائده دكتور. هو الشركاء نتاعنا مشكورين ومنهم التلفزه الوطنيه منذ التاسيس معناها قاعده دعم وتعاون. الانتاج في الاخير مهما كانت النتيجه فما البند السابع في القانون الداخلي للمهرجان يقول أن الإنتاج
المشاركة في المهرجان تتيح لإدارة المهرجان استعمال هذه الومضات والأفلام ممتاز بصفة مجانية للعلوم قصد التثقيف الصحي مهما كان الوسط يعني افتراضي ولا حضوري ينجم يكون هذا. وإحنا عملنا تجربة سناء خرجنا من العاصمة ومشينا للداخل وتقابلنا في فضاءات ثقافية وصحية وقدمنا لبعض الطلبة وللعموم هالأفلام هذه وموجودة زادة على النت اللي يحب يشوفها زادة. أي أي ظهر لي الإتاحة متاع الفرصة تكون على الإنترنت أكثر اللي يحب يشوفها ويلقاها على الموقع متاع المهرجان بالضبط دكتور. يمشي يشوف في الموقع المهرجان ويلقى الأفلام هذه كلها بطبيعة الحال مش بشبقى للكل مش يلقى اللي هما تم اختيارهم في المرحلة الأولى يعني على هالكم الهائل هذا ما نجموش نعديه ولا لجنة التحكيم 800 فيلم لا فما فرز أولي طبعا فما فرز طب شي يصير معناها في الشهرين هذوما في الصيف باش يتعديوا تقريبا 50-60 فيلم. أي خدمة شكون يقوم بها هذه يا دكتور؟ هذه فما لجنة كاملة فيها الشركاء نتاعنا وفما المتطوعين من أهل الصحة من أهل السينما من أهل الإعلام فما من أهل الصحة برشا اللي هما من أهل السينما والفن والإعلام وانت منهم دكتورة انا واحد منهم فما برشا كنا نتحدثوا على دكتور عبد الباسط تويتي صديقنا جمعيه فن وطب وفن وثقافه هكا بالضبط سي عبد الباسط هو زميلنا وناشط في عليه في اخبار الجهات ناشط في الامور الفنيه الصحيه في المجال الفن كوسيله طبيه علاجيه هذه منها قلت لي يعمل لك هو الديكور نتاع في ايامات الحياه الجامعيه منذ 25 سنه كنا تعاملنا في عمل مسرحي مصري في مستير من اخراجك انا عملت اخراج هو كان صاحب الديكور الدوره هذه دونك باش يكون الرئيس الشرفي للدوره الاستاذه سلمى بكار المخرجه السينمائيه اللي نشكرها اللي قبلت انها تترأس الدوره هذه ونحييو سي رؤوف بن عمر اللي ترأس الدوره الفارطه ان شاء الله الشهرين هذوما باش يكونوا عمليه الفرز باش في اخر اوت نعديو لجنه التحكيم اللي فيها خليط ما بين اهل السينما واهل الصحه واهل الاعلام باش يقيموا الاعمال هذه ويعديوها لاهل الاختصاص باش يستعملوها وبالخصوص وزاره الصحه العموميه. مشكور جزيل الشكر دكتور سليم الورتاني على هالمجهود القيم اللي تقوموا به في تنظيم المهرجان الدولي للفيلم التثقيفي للصحه في دورته الرابعه تعميما للفائده واضافه لمجال الحقيقه يستحق برشا تثقيف وبرشا توعيه وبرشا ومضات وبرشا يعني اعمال فنيه مصوره باش توصل الفكره والمعلومه للجميع. شكرا لك. نذكروا بالمواعيد اخر اجل 30 جوان للتسجيل على الرابط تاع المهرجان بالضبط 31 جويليا هو قبول الاعمال نعم و 28 29 30 سبتمبر هو المهرجان في مدينه الثقافه موافقين. نواصلوا في الان الروبورتاجات وروبورتاج من دقاش حول مهرجان جميل هاتوا نشاهدوا مع بعضنا ثم نلقاو خالد اليعقوبي والكوتش مكرم الحزقي في الفقره الاسبوعيه الرياضيه القاره. احتفت منطقة أولاد ماجد من معتمدية دقاش بالدورة الثانية لمهرجان السوامة وهي تظاهرة ثقافية بمبادرة من شباب الجهة وذلك من أجل تثمين وإبراز أحد أهم المعالم الدينية والتاريخية بجهة الجريد وهو جامع السوامة. كما تعرفوا مهرجان السوامة هو كان في شكل زردة من هذا الولي صالح وتم تطويره في شكل مهرجان. هذه الدورة الثانية انطلق عن السنة الفارطة الدورة الأولى والسنة هي الدورة الثانية. المهرجان هو كما قلنا مهرجان ثقافي كفقرات ثقافية حبيناه بجانب السوامة اللي هو الأصل فينا في عالم المهرجان في شكل ندوة علمية باش نتحدث فيها على الجامع وباش نحلوا النقاش خاصة السلطة المعنية حول فتح الجامع. المحاضرات العلمية واحدة من فقرات المهرجان والتي مكنت الحضور من التعرف على أهمية القيمة التاريخية لهذا المعلم الديني. التظاهرة هذه ثانية معناها المهرجان عملنا من أول التظاهرة بدينا بها والسينما معناها مع الشباب فهمت نعاونوا بهم
وان شاء الله من احسن الى احسن، فهمت؟ ونعرفوا بالجامع هذا اثار معناها عندها اهميه كبيره ياسر، معناها اللي حدا 1200 سنه معناها التاريخ نتاعها، ان شاء الله فهمت يكون اشعاع فهمت معناها منير مع المدينيه هذه كما هذه ما نجموش ننسوها، وان شاء الله نحاول معناها باش نزيد نحسنوا في تحسينات معناها شويه فهمت، وان شاء الله يكون معناها نحلوه معناها للسياح وللمواطنين معناها باش يشوفوا معناها ويشوفوا عندنا في عده اشياء معناها من داخل يتفرجوا عليها. وقد اكد ابناء الجهه على اهميه هذا المعلم الذي يمكن ان يكون مزارا مهما للسياح ورافدا للتنميه بمنطقه اولاد ماجد وجهه الجريد عامه. نحن اليوم في رحاب جامع سوما، هذا المعلم التاريخي والديني العريق الذي بني منذ 670 هجري موافق 1330 ميلادي. عرف هذا الجامع جامع سوامة ازدهارا في الفترة الوسيطة، بالنسبة للفترة الحالية هو موجود على الطريق السياحية ويكون قبلة إن شاء الله بعد فتحه من جديد إلى السياح ليتعرفوا على التخطيط والبناء المعماري منطقة الجريد. عندنا جامع سوامة معناها حاجة معناها رمز تاريخ معناها كبير ياسر، حبينا معناها نعملوا التظاهرة هذه باش نعرفوا بها معناها حتى السياحة الثقافية ونعرفوا بها معناها على أبعاد القيمة تاعها معناها الأثرية والتاريخية والدينية معناها من ناحية كل معناها. تظاهرة مهرجان السوامة الدورة الثانية قدمت صورة جميلة لمدينة دقيش. المهرجان هذايا انطلق السنة الفارطة بمجهودات ذاتية، مجهودات ثلة من شباب الجهة على رأسهم رامي الماجدي. سيرامي بالتعاون مع مهرجان مدينة دقيش وبمساعدة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية قمنا بمساعدتهم، وكما تشوفوا الفضاء الجميل هذا اللي يضم جامع السوامة والواحة، المجهودات هذه معناها لاقت إقبال المتساكن الجهة، حاولنا أن نقدموا معناها العادات والتقاليد للجهة ونعرفوا بالتراث الخاص بالمواقع الأثرية بجهة دقيش. مهرجان السوامة هذا كجامع قديم ثاني جامع في جهة جريد بعد نتاع بلد الحضر، نقص شوية منها الأهالي المجتمع المدني يحاولوا يكونوا من أهل الفضاء يكون مبادروا بتنظيف حاجات بسيطة، ما نقولوش ترميم، أما من أهل الزائر باش يكون على الأقل من أهل يكون حي فضاء سمح برشا، من أهل ينجم يكون مشروع للشباب ولما لا قرية سياحية تكون من أهل لرواد أبناء المنطقة وخارج من الجمهورية التونسية الكل والخارج من تونس ينجموا من كفضاء ترفيهي يكون باهي ياسر. يمثل جامع أولاد ماجد من أهم المعالم الدينية وأحد أشهر الجوامع ببلاد الجريد، ويعود تاريخ بنائه إلى سنة 730 هجري الموافق لسنة 1330 ميلادي، وهو ما يكشف عراقة معتمدية دقيش وتاريخ التليد والثري والذي تعاقبت عليه عديد الحضارات من البربر إلى الرومان وصولا إلى الحضارة الإسلامية. صباح النور، صباح الورد والياسمين لكافة متابعي برنامج نسبة صباح. فقرتنا الرياضية اليوم باش نخصوها بالأساس للحديث عن المنتخب الوطني التونسي أكابر كرة القدم. نحكيو على مباراة غينيا الاستوائية لحساب التصفية الإفريقية كان الكوت ديفوار 2023، وأيضا نحكيو على المباراة الدولية الودية اللي جمعت عناصرنا الوطنية البارح بالمنتخب الجزائري الشقيق. قبل الغوص في كل الحيثيات الفنية، سعيد جدا باستضافة محلنا الفني اللي تعودتوا به مكرم الحزقي. مكرم مرحبا. أهلا وسهلا بك خالد، تحية ليك وتحية إلى كافة متابعي القناة الوطنية أينما كانوا في تونس وخارج أرض الوطن. شكرا لك مكرم. إذن نحكيو على مباراة المنتخب الوطني التونسي أمام نظيره غينيا الاستوائية، هزيمة مفاجئة للمنتخب الوطني التونسي ولو أنه المنتخب كان ضمن الترشح نتاعه. كيفاش ريت المباراة هذه يا مكرم؟ صحيح خالد، احنا المواجهة مع غينيا الاستوائية معناها كانت المواجهة التاسعة، 5 انتصارات لمنتخبنا، الانتصار هذا هو الثالث معناها للمنتخب غينيا الاستوائية على ميدانه في ملابو، زد تعادل
الحقيقة معناها مفاجأة. نقولوا احنا في كرة القدم الربح والخسارة موجودين، لكن وقت اللي ما تلعبش كوم الفو وما تحضرش ما تشوف ما بين قوسين كوم الفو وتخسر، تكون معناها الهزيمة وكأني بها هزيمة مضاعفة. شفنا المنتخب ما قدمش الأداء المنتظر منه رغم اللي احنا كنا متأهلين لا شك ولا اختلاف، لكن معناها الأداء والحقيقة تقال خلف معناها استياء في الشارع الرياضي، وشفنا لخبطة ما بين قوسين، شفنا اختيارات لم تكن موافقة، شفنا أداء دون الانتظارات على المستوى الفني على المستوى التكتيكي، حتى في حصن ما بين قوسين توظيف اللاعبين ما كانش بالقدر الكافي. ناهيك معناه منتخب غينيا الاستوائية مع كل احترام والتقدير ليه ومبروك عليه الفوز، هو لا يعتبر من المنتخبات الكبيرة في قارة افريقيا، باش نكونوا نظهروا ضده بالصورة هذيك افتقدنا الى الكثير. تفوق علينا كما يقولوا طولا وعرضا، وقت اللي تلعب خارج ميدانك وتعجز على مستوى خلق الفرص، وقت اللي تلعب خارج ميدانك وما تكونش عندك معناها أفكار واضحة على مستوى التحولات أو على مستوى البناء والتدرج بالكرة لخلق الفرص، نهيك عن التسديدة فقط معناها تيلة 90 دقيقة مقابل تيلة 96 دقيقة بالتمام والكمال مقابل 9 تسديدات للخصم. زد على ذلك خسرنا ثنائيات كان متفوق علينا في الديويل، كان متفوق علينا حتى على مستوى خلق الفرص. ناهيك المنتخب التونسي لم يخلق فرصة تهديف واضحة، ناهيك وأنه الآليات لم تكن بالقدر الكافي على مستوى الأداء خاصة من ناحية الهجومية، لقينا صعوبات، الخطوط كانت بعيدة على بعضها، زد على ذلك التغييرات لم تكن موافقة والتأخير على مستوى توقيت التغييرات، كلها عوامل كانت مؤثرة وخلتنا ننقاذ الهزيمة. هنا نحب نفتح قوس اللاعبين اللي كانوا متغيبين، والحقيقة تقال اليوم وقت اللي نشوفوا نجوم في القارة الإفريقية وإلا نجوم في أوروبا للوقت هذا ما زالوا يلعبوا مع منتخباتهم، نطرحوا ألف سؤال إلى ندرى اللاعبين هذوم المتغيبين، البعض منهم يختار المباريات اللي يلعب اللي يختار باش يلعب فيها. رياض محرز لعب في أوغندا، نجم في مانشستر سيتي وفايز بأكثر من لقب، محمد صلاح نجم في المنتخب المصري ونجم في ليفربول، لعب ضد المنتخب الغيني، والنجوم المغاربة كذلك كانوا موجودين، بعض اللاعبين غيابهم والحقيقة تقال غير مبرر. اليوم احنا حتى اللاعبين اللي وجهنا لهم الدعوة من الدوري المحلي وقت اللي يشوفوا معناه ما بين قوسين كوادر الفريق غايبين ومتغيبين، ربما حتى هما ما يلقاوش معناها كل الظروف مهيئة باش يدخلوا، ما لازمش الجمهور الرياضي يكون قاسي على البعض منهم ويمسح ما بين قوسين فيهم الهزيمة الأولى اللي كانت في ضد غينيا الاستوائية. زد على ذلك توظيف بعض اللاعبين لم يكن بالقدر الكافي، خاصة محمد علي بن رمضان، وقت اللي نحكوا على معناه المركز اليوم الدور تغى على المركز الصحيح، لكن وقت اللي يكون لاعب بوليفالون اش معناها؟ وقت اللي يكون اللاعب يؤدي بنفس الأداء حتى وقت اللي يتغير المركز نتاعو، هذاك نقولوا معناها اليوم الأدوار معناها تختلف بدون شك، لكن اختيارات والحقيقة تقال لم تكن موافقة. الناخب الوطني تدارك البعض منها في المواجهة الثانية ضد المنتخب الجزائري. باش نربط معاك مكرم، ما تراش اللي المنتخب التونسي بعد ما ضمن معناها التأهل نتاعو عنده الحق معناها فما لاعبين ما ينجمش يشاركهم يخير انه يرتاحهم؟ ترتيح حتى لو كان يكونوا بعض اللاعبين عندهم بعض مثالة، حتى لو كان تكون عندك إصابات غير مؤثرة مطالب باش تكون موجود في المنتخب ومطالب باش تكون في تربص المنتخب حتى تكون الرسالة واضحة، وأنه احنا نعرف وراو ما عندناش نجوم كبار صحيح. إذا باش نتخلاو على روح المجموعة السبري دو جروب، إذا باش نتخلاو على العقلية وكل معناها النجم الوحيد هو المجموعة، إذا باش نتخلاو على الثوابت هذا راو ما نجمش يكون عندنا طموح باش نطمحوا ونمشيو البعيد معناها في كاس أمم إفريقيا القادم في الكوت ديفوار. دونك مكرم نحكيو على المواجهة الثانية اللي جمعت منتخبنا الوطني التونسي بالنظير والجزائر البارح التعادل 1-1، شنو اللي تغير مكرم ما بين مباراة غينيا الاستوائية وما بين المباراة الدولية الودية اللي صارت البارح؟ خالد نقولوا احنا المباراة الجزائرية حتى في شكلها الودي لكن ديما في الغالب تكتسي معناها طابع رسمي، شفنا الأجواء كانت كبيرة الأخوة الجزائريين والأشقاء الجزائريين في الرسميات احنا متفوقين عليهم في عدد المواجهات، عندنا 9 انتصارات مقابل 6 للأشقاء الجزائريين، في الوديات 12-7 هم متفوقين علينا. البارح تعادل آخر، نظام اللعب تغير، تغييرات
كانت موجودة في التشكيل عما كانت عليه في مباراة غينيا الاستوائية. شفنا الشيخاوي ما كانش موجود، شفنا بن سليمان ما كانش موجود، ونربط كيما وفيت قبيلك في بر رمضان اللي قلت لك معناها الدور اللي كان باش يقوم به في مباراة غينيا الاستوائية ما يقدرش يقوم به، كان معناها محمد علي بن رمضان هو لاعب وسط ميدان. البارح كان روليور مع عيسى العيدوني ومعاهم حنا باع المجبري. نظام اللعب البارح كان ثلاثة أربعة ثلاثة، فيه توازن. شفنا شكل الفريق الدفاعي كان جيد، عموما الأداء كان أفضل من مواجهة معناها منتخب غينيا الاستوائية. شفنا الروح، شفنا الانضباط التكتيكي، شفنا على مستوى حتى اللياقة ودخول معناها قلت لك في التشكيل زاد الياس العاشوري اللاعب اللي يلعب معناها في الدوري الدنماركي. البارح أظهر إمكانيات تبشر بكل خير، لاعب يلعب مركز جناح ومركز المهاجم، ناهيك ثاني أفضل لاعب في الدوري الدنماركي، ستة أسيست، ستة أهداف، تسعة أسيست، 15 مساهمة تهديفية، ستة مرات وقع معناها اختياره كأفضل اللاعبين في الجولة في الدوري الدنماركي. هذم اللاعبين إن شاء الله ننتظروا منهم الكثير. نعرفوا إحنا منتخبنا مع منافسين قادمين في الأمم معناها إفريقيا. وقت اللي تبدأ باش تمسك الكرة وتحافظ على الكرة لازمك عندك أطراف يسمعوا الفارق، لازمك عندك لاعبين يعرفوا بس يستحفظوا بالكرة، لأنه التوليفة متاع تركيبة وسط الميدان أمس أدائها كان أفضل مما كانت عليه. زد على ذلك لاعب المهاجم جبالي في المباراة الأولى ما قدمش أداء كبير. البارح كنا ننتظروا باش يكون هيثم الجويني ولا حمدي العبيدي من البداية، ولما لا حتى يكون بوقرة كمهاجم ثاني حسب الديسبوزيتيف اللي لعبنا فيه. على العموم مقابلة كان بالإمكان أفضل مما كان من ناحية الهجوم في حسن تصرف أثناء المباراة، لأن المنتخب الجزائري والحقيقة تقال البارح ما قدمش أداء لافت، ما كانش المنتخب الجزائري المخيف اللي ما نجموش نربحوه البارح. بروفة أولية معناها في انتظار الرسميات إن شاء الله مع مطلع العام الجديد في النهاية كأس أفريقيا في كوديفوار 2024 إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية. مكرم يعطيك الصحة وشكرا ليك. إذا كانت هذه فقرتنا الرياضية لهذا الأسبوع، نخليكم مع بقية الفقرات مع زميلي المتميز والمتألق زي. يا عالم يحيى السلام ويحيى الأمان ويحيى الشباب بكل يعني نبضه المتدفق بعيدا عن المخاطر والسلوكيات والإدمان والمظاهر السلبية اللي نحبوا نتخلصوا منها على الأقل، معناها بالمبادرات الرائدة مثل عفوا المبادرة متاع الحملة ضد الإدمان وتعاطي المخدرات والعنف ضمن مهرجان الدنيا والفن اللي أطلقتها سيدة ألفة العبيدي. هي حاضرة معنا، مرحبا بك سيدة ألفة. أهلا وسهلا. سعال التصحيح، المهرجان هو اللي مديرته السيدة نادية منصوري. نعم، وإحنا تحيتنا للسيدة نادية اللي كانت حاضرة معنا وحكت لنا على المهرجان بالتفاصيل اللي هو من 1 جويلية إلى 7 جويلية. فيه الحملة الوطنية. نعم. الذي باش تكون موجودة في المهرجانات، في المهرجان هذايا، وإحنا أيوة. ندعيو مثل المهرجانات والتظاهرات الثقافية كي تكون هي البديل لخلق حياة بديلة للشاب. نعم. حتى يدرك أنه قادر باش يكون في أجواء معناتها مغايرة للإدمان أو العنف. لذا أنا منيش بنطلق صيحة فزع. نعم. لأني عارفة شنو قاعدين باش نعملوا معناتها بالحملة هذه اللي باش تنطلق يوم 1 جويلية بمسرح. نعم. معناتها بنزرت بمسرح الهواء الطلق الدولي بنزرت، والافتتاح باش يكون بالفنان أحمد سعد. أحمد. نعم. سعد اللي هو جاي بالذمة للحملة هذه الوطنية. نعم. دونك الحملة تولدت كبيرة. ومن هذا المنبر أنا أدعو لأنه شبابنا هو المخزون الاستراتيجي اللي باش تبني عليه الاقتصاديات وباش تبني عليه، لأنه الطفل اليوم أو شاب اليوم هو رجل طبعاً. القيادة غدا. يعني إذا كان ما تضافرش الجهود، وهذا أطلقه سيد رئيس الدولة وحكاية على المخدرات ومقاومتها، لكن بالردع وبالقانون ما نجموش معناتها نوصلوا النتيجة. احنا نجمو نوصلوا النتيجة مش كافية نسبية. انت باش نحطوه في السجن معناتها ما عملنا حتى معناتها بادرة لإصلاحه، لأنه احنا نريد مواطن صالح. نعم. لذا انا شنقول انقطاع التعليم
انقطاع التعليم وإدمان المخدرات، ومانيش باش نعطي أرقام أما باش نعطي حلول إن شاء الله. نعم. في الحملة هذه اللي باش تتواصل ما لا نهاية، ونحب نقول وعنا زادة شريط سينمائي اللي كانت باش تتواجد فيه معنا السيدة لطيفة العرفاوي اللي من خلال المنبر هذايا نحييها، لكن جاتها ظروف. ولينا احنا كجمعية اتصلنا بسفيرة النوايا الحسنة الفنانة أمال الغربي، وهي رحبت هي وإدارتها بالفكرة، وباش يكون فيلم إن شاء الله عائداته زادة للعلاج. وين باش يعرض الفيلم ووقتاش سيدة ألفا؟ توا ان شاء الله بعد الصائفه هذه ممكن باش نبداو في التصوير. المهم انه كما قلت انت انطلاقه الحمله باش تكون مع بالتوازي مع المهرجان الدولي للتخييم. نعم. للتخييم والشباب والرياضه والفنون. نعم، التخييم والرياضه والفنون باداره المؤسسه نتاع المهرجان زميلتنا العزيزه نعم ناديه زكية المنصوري. نعم، الدنيا والفن. احنا من خلال الابداع، من خلال حث الطفل على التعليم وعلى الثقافه، لانه ما تنجم تعمل نسيج مجتمعي ايجابي الا ما تكون فما عقليه تمن اللي العلم والثقافه هما الثوره الحقيقيه اللي تهزنا للاصلاح. لذا كما قلت لكم انا من خلال المهرجانات، وادعو جميع المهرجانات انهم ينسجوا على منوال الدنيا والفن. المهرجانات التونسيه الكل، لانه كما قلت لك لازم نخلقوا حياه بديله للشاب. نعم. ما نكتفيوش بمهرجانات باش نعملوا تفرهيده اكهو، لازم المهرجانات والتظاهرات الثقافيه. ومن خلالكم ادعو وزيره الثقافه وزير الشؤون الاجتماعيه اللي انا زيدا نحيي ادارتي ورئيسي في العمل اللي شجع فيا كرئيس جمعيه نبض بلادي وكموظفه وزاره الشؤون الاجتماعيه. نحب نحيي الناس الكل اللي ساندت هذه الحمله هذه. نحب نقول لازم وزاره التربيه، وزارة الداخلية، وزارة الثقافة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة المرأة، انه نكونوا معناتها حتى وزارة الصحة ايضا. وزارة الصحة طبعا. نعم. هي الاساس، لانه احنا ان شاء الله زاد عندنا تعامل مع مركز الامل اللي باش نتعاونوا، خاطر الشاب ما ينجم يدخل يتعالج، لانه الدولة احنا مركز الامل فما مركز في جبل الوسط حسب معلوماتي، لكن يتكلف نوعا ما. نعم. والدولة توا احنا ديجا لازمنا نعولوا على ذواتنا ونعملوا على رواحنا، انه باش نخلقوا موارد مالية كي نعالج، وفي الآن نفسه باش نخدموا على الوقاية. سيرتو أستاذي الانقطاع عن التعليم، الانقطاع عن التعليم اللي وصلت نسب، ما نحبش نحكي أرقام باش ما يتفاجعوش، ولكن رانا احنا كمجتمع مدني من هذا المنبر أدعو جميع القوى المجتمع المدني إنها تنضم للحملة هذه، وأن نكونوا يد واحدة وراء السيدة زكية المنصوري. نعم. اللي بدأت بمهرجانها هذية المزيان اللي تدعو فيه للرياضة، تدعو فيه للمطالعة، تدعو فيه للفن. فعلا الدنيا والفن، الدنيا اللي باش تخلينا نقدموا القدام بتونس ونبنيوا جيل بالحق، خاطر إذا كان باش نواصلوا بالطريقة هذه راهو غدوة باش نلقاو جيل جيل منحرف، سامحوني في الكلمة، خاطر النسب ما نحبش نعطيها، ولكن باش نعملوا كتيب وإن شاء الله باش يتوزع، باش نتحملوا مسؤولياتنا الناس الكل راهو من خلال الفن، من خلال الثقافة، من خلال خدمة الشؤون الاجتماعية اللي لازم تتضافر جهود المجتمع المدني باش تعاون الدولة على مثل هذه المبادرات اللي احنا باش تدوم. عندنا معرض اللي نحب نحيي نادية بن نصر اللي هي ديجا عندنا معارض باش نعلموا فيها شبابنا الصناعات التقليدية، الطبخ. أي شاب يلقى روحه معناتها وقته يسمح له يجي، ثم ورشات عمل لتعليم الشباب. نعم. فين الورشات هذه يا سيدة؟ باش تكون في الرمال، في الرمال مع بالتوازي مع مهرجان مع المهرجان هذه. نعم. عندنا برشا حلول وعندنا برشا مقترحات، وكما قلت لك باش نتواصل. إذا الموعد انطلاقته باش تكون نهار السبت 1 جويليا هكا؟ نهار السبت 1 جويليا. نعم. في مسرح الهواء الطلق ببنزرت. ونحب نحيي مرة أخرى السيدة نادية منصوري على هالمبادرة. نعم. الطيبة واللي كما قلت لك وكرر انهم ينزجوا على منوالها. نعم. البداية باش تكون مع مهرجان التخييم والفنون الدنيا والفن. نعم. في مهرجان الدنيا والفن. نعم. للشباب على مدى 7 أيام، ثم مدى المبادرة سبع مفتوحة، وبعد احنا المبادرة واضح. مفتوحة عندنا كما قلت لك. نعم. فيلم، وعندنا اعداد يعني حملات من خلال المسرحيات اللي ديما العائدات نتاعها. ومن المنبر هذايا ندعو فنانين تونس الكل، مسرحيين. نعم. ومغنيين للتطوع مش
التطوع يعني مثال شيء نقولوا تطوع يبادروا مبادرات لانه لازم تتضافر الجهود. مشكوره السيده ألفة العبيدي، ان شاء الله موفقه في اضافتك القيمه للاعمال الخيريه اللي المجتمع المدني تبارك الله يقوم بدور كبير فيها، وان شاء الله مواكبتنا تكون مستمره لكل نشاطاتك ونشاطات الجمعيه. الختام يكون مع صابرين كالعاده، تفضل صابرين. عاشك زيد، كما قلت في اول الحصه اللي احنا نعملوا في افكار للصيف حاجات سهله وخفيفه، عملنا دجاج مشوي في الفور، اما جوست حاولنا نبدله في طريقه التفويح اللي كانت فيها التوش الهنديه في اللفاحات نتاعهم معناتها، ومعاهم عملنا الزوزه اللي عملناها مالحه المره هذه ما عملناهاش حلوه، اهو كتبديل ديجا. الفاخت حطينا فخوماج بلون وتون، واكيد انتم تنجموا تحطوا اللي تحبوا عليه. وكوم ديسير عملنا البانوفيل، تتكون من طبقه نتاع بسكويت، طبقه نتاع حليب كونسونتري طايب حتى لين ولا كراميل، ومن بعد البنان، ومن بعد الكريم مونتي، ونجموا نزينوا في الاخر بشويه شوكولا رابي. شكرا لك صابرين، بقيت مشاهده طيبه ومتعه لبرامج القناه الوطنيه الاولى، الى اللقاء غدا في نسمه الصباح.